لازم تبقى عارفه انه احنا بنشتغل كمان باولويات. في ناس كتيره اتكلمت على موضوع القناه. القناه لما جينا الحقيقه وقعدت مع الشركه اللي بتدير القناه كانوا بصدد اغلاق القناه وقناه نادي الزمالك خالص لديون سابقه عليها. كانت هتقفل. ايوه يا فندم، لانه في ديون سابقه عليها تتعدى 70 مليون جنيه. كام ديون قد ايه يا فندم؟ تتعدى 70 مليون جنيه. يا خبر ابيض. ان فكان هل من المنطق ان انا اروح اخد ادفع 70 مليون جنيه دول او اكتر من 70 مليون جنيه ولا ادفع الغرامات اللي عليا في سبورتنج لشبونه واجيب لعيبه جداد؟ معادله صعبه قوي. بالظبط. فالقصه هيحصل تقدم في كل الملفات، ولكن احنا ماشيين باولويات واعتقد انها اولويات مظبوطه. بس في بروجرس يعني او في تقدم هيحصل في كل الحاجات. ايوه في تقدم هيحصل بس بالوقت وبالترتيب. ده امر مهم جدا، واضح ان انتم دارسين الملفات بشكل كويس، وواضح ان مجلس اداره نادي الزمالك على قلب رجل واحد وفي تفاهم وفي توزيع للملفات بشكل دقيق، مظبوط كده؟ طبعا الحمد لله، والحقيقه مجلس انا بتشرف ان انا اكون واحد منه وبشوف المجهود اللي بيتعمل والناس كلها من اولنا كابتن حسين لاصغر عضو فينا. الحقيقه في اعضاء في مجلس الاداره تقريبا ما بيروحوش شغلهم وقاعدين في النادي بشكل يومي من الصبح لغايه بالليل. كويس. طيب انا عايز استغل فرصه مداخله حضرتك، وانا عارف حضرتك مقل جدا في الظهور ومركز بشكل كبير جدا فيما يتعلق بمستقبل نادي الزمالك، لكن عايز اخد منك خبر يسعد جماهير نادي الزمالك بعد الفوز ببطوله الكونفدراليه فيما يتعلق بازمه القيد. هل ان شاء الله باذن الله قريب نسمع خبر عن حل الازمه او ازمه القيد الجديده؟ الحقيقه زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين باولويات واللي في صالح النادي هيتعمل. طبعا بتمنى ان احنا ازمه القيد تتحل في اسرع وقت. واتمنى ان احنا نعمل صفقات في الصيف، صفقات تليق بنادي الزمالك وتحقق طموحات الجماهير. وده شغالين عليه وبنعمل اقصى مجهود ان احنا نحقق الطموحات بتاعه الجماهير. ما اقدرش قاعد بحاجه دلوقتي. اوكي. احترم جدا كده في الحقيقه. اتفضل. الحقيقه وده قرار مجلس والاولويات دي بيحددها المجلس كله. يعني ان شاء الله كلنا يعني باذن الله نامل انه ده المشاكل دي تتحل بسرعه ان شاء الله. معايا الاستاذ ابراهيم عبد الله، ويمكن شرح كل الامور، وانا فاجئته حتى بخطاب الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بتنظيم المباراه ومين المسؤول ومنوط بتنظيم المباراه النهائيه بين الزمالك ونهضه بركان، وشرح حاجات كتير قوي. هل عند حضرتك اي تعقيب عن الاحداث اللي حصلت بعد المباراه؟ الموضوع واضح يا كابتن كابتن امير. صحيح. الموضوع واضح. احنا عندنا جواهر من الاتحاد الافريقي بيقول لنا ان البطوله تابعه للاتحاد الافريقي واحنا المنوطين بتنظيم المباراه. اوكي. واضحه جدا. واضحه. هم اسنادوا هنا عايد على الاتحاد لأحد الشركات والشركات الشركه دي هي اللي عملت التنظيم. اوكي. احنا اكثر ناس اتضرينا.